أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيانا استنكر فيه أشد الاستنكار الإساءة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ومعربا عن رفضه القاطع الزج برموز المسلمين ومقدساتهم في الأجندات الضيقة. يؤكد المجلس أن الإساءة للرسل والأنبياء عليهم السلام لا ينتقص من فضلهم ومقامهم الرفيع عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين بهم، ولكنه سلوك ينطوي على عنصرية وكراهية، بما يغذي التطرف ويشجع على العنف والصراع ويقوض جهود تحقيق التعايش والسلام بين الناس. فعليه فإن المجلس ليؤكد أن استفزاز الناس والنيل من مقدساتهم وعقائدهم لهو أسلوب مرفوض لا يمكن القبول به ولا السكوت عنه، خصوصا إذا ما دخل ضمن الأطر الممنهجة للدول والقيادات، داعيا إلى وقفة جادة وصريحة وعاجلة من جميع دعاة السلام والخير في العالم لوقف التطاول والتعدي والإزدواجية الفكرية ولصون السلم الأهلي وحفظ الأمن المجتمعي واحترام الدين وحماية الشعوب من الوقوع في الفتن والصراعات وعدم اتخاذ عناوين مثل حرية التعبير لتبرير الإساءات والاستفزازات والازدراء بالأديان وأتباعها.